لنا والناموس للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا الكرام، نسير بحضراتكم مع شوطنا الثالث عشر في انطلاقات صباحي هذا اليوم. هو شوط خاص بالانتاج والمنتجين، لتنطلق في هذه اللحظات رحلة الناموس ولذة الناموس مع أشواط الانتاج والمنتجين. على البركة نذهب مع الأبكار الثنايا المحليات الأصايل مقدمة شوط، وتتقدم في هذا اللقاء هذه الرباط للدكتور راشد بن حمد بالزفنة العفاري، يسيطر على مقدمة الشوط. بينما المركز الثاني يأتي شعار بالضبيعة حاملا كذلك تحديات وانطلاقات قوية في هذا اللقاء مع هذه اللحظات، محتلا المركز الثاني بن صوغان خليفة بن سالم بالضبيعة الاكتبي يأتي على ثاني المراكز في هذه اللحظات، والمركز الثالث نتابع ثالث المراكز في هذه اللحظات. يأتي هذا الشعار لتتواجد سمحة محمد بن راشد بن حضيرم الاكتبي، يصل مشاهدينا الكرام في المركز الثالث. بينما المركز الرابع اتقدم معنا حمدان بن محمد بن سالم العفاري يصل ليقدم هذا الاسم في المركز الرابع. المركز الخامس وصول من قبل الفهود، هذه الفهود تعود ملكيتها المسري بن سالم بالعرطي الحميري، وصلت فهود خذت المركز الخامس. انتقل الى المركز السادس مع الشواهين،
الثانية محمد بن سيف بن مبارك الخيالي قادم في المركز الرابع، المركز الخامس منصب، ولكن الحميري قادم مع سلهوده خليفة بن حمدان بن بخيت. الحميري ما شاء الله انضمت إلى زعزعة الشوط، إلى معركة الشوط، ولكن سمحة، لكن سمحة محمد بن راشد بن حضيره لا زال على القائمة. راعي الشيقة قادم، أو هذا خلف بن راشد النايلي يقدم زعفرانه، يقدم زعفرانه، 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 حاضر زعفرانه، خلف بن راشد النايلي يقدم زعفرانه ثالثا. الحميري غير مع سلوده إلى مقدمة الشوط، يسلوم، يا سلام، زعفرانه، سلهوده، سلهوده، زعفرانه، السرية قادمة، لكن زعفرانه تسللت خلفان بن راشد النايلي أو خلف بن راشد، يا سلام، لكن شوف السرية، 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 سيف محمد بن سيف بن مبارك الخيالي بن حميدة، بن حميدة يتقدم، بن حميدة في هذا اللقاء يفوز، ينجز، يسجل حضوره بكل قوة مع شوط من أشواط الانتاج. أهالي رماحة عندهم كفاحة، أهالي رماحة يحبون النجاح. هذه مشاهدين الأعزاء السرية، السرية، راعي العنيف، راعي العنيف، خلك خفيف، خلك لطيف، الناموس للسرية. وهالي رماح مع محمد بن سيف بن حميد الخيالي. زعفرانة في المركز الثاني لسالم بخلف الراشد النايلي. يأتي المركز الثاني، المركز الثالث، هذه المسكة، المسكة لراشد بن حمد بضعيف في المركز الثالث، بينما المركز الرابع المسكة علي علي بن سلطان بن ميرين. يأتي من المركز الرابع، المركز الخامس بن حضيرم قدم سمحة، هنا احتلت المركز الخامس محمد بن راشد بن حضيرم. هكذا النتيجة، 9 دقائق 28 ثانية، 4 أجزاء من الثانية تالين وناموس يا بن حميدة على هذا الفوز. هذه السرية قدمت هذا العرض، محمد بن سيف بن حميدة الخيالي، تالين وناموس وسلام لهالي رماح، سلام. المركز الثاني 9 دقائق و31 ثانية، وجزء واحد من الثانية زعفرانة لسالم بن خلف بن راشد بن نايلي الشامسي، تانين والناموس على هذا الفوز والانتصار. بينما المركز الثالث 9 دقائق 33 ثانية، 5 أجزاء من الثانية تانين راعي المغثة راشد بن حمد بضعيف الكتبي، تانين والناموس للجميع.